مرة نعرف كل شي صار ومرة يضيع منا العد. مرة نعرف كل شي صح ومرة يضيع منا العد. بعز الجور وعز الصار بعد سماع المرافعة حكمت المحكمة حضورياً على المتهم بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة السلب بالقوة وفقاً للمواد المنصوص عليها مادة 21 من قانون الجزاء الكويتي. غلطة الشاطر ب1000 يا عذاري، إن شاء الله بس تعلمت من هالغلطة. ما في أحد ما يغلط يا أبو حنين، والحمد لله إن إحنا حواليهم وقدرنا نلم الموضوع، والبركة فيك أنت بعد ما قصرت. أقول لك هذا اللي مع عذاري منو أخوها؟ يا جماعة نسيت أعرفكم، ضاري سند خطيبي. بحالك فاطمة، شو فيك ساكتة؟ مو الكابوس خلص بعد؟ صح إن الكابوس خلص، بس أنا أكثر وحدة متضررة فيكم. يوه فاطمة خلص عاد، ليش تحسسني اني انا الوحيده المتحمله ذنبه وسالفه الموضوع كل هذا اللي صار؟ ما في احد في العالم ما عنده تليفون وفي صور له والهلا وحتى لنفسه. يما ضاري خلنا نمشي. دايما نظرتك ابعد مني، شكرا على كل شيء. حنين بابا. نعم بابا. تعالي سوقي انتي. ليش بابا في شيء؟ لا تعالي سوقي بس. ان شاء الله. افهم ان اليوم العشاء بالبيت من ايدك. افهم انك بطلت من سوالفك؟ انا طول عمري مالي سالفه غيرك. وسالفه نيويورك؟ انت اخترعتيها. هذا على أساس إني عمية وصمخة وظلمتك يا حرام. هاي اللي تعرفين سالفة عذاري. تفضل يا سيد لطيف. ما شاء الله خلصتوا؟ الحمد لله الحمد لله، سلمنا كل اعمالنا وبشرك الدرجات كلها في الامتياز. طيب معناته ان شاء الله من الاسبوع الجاي عندنا برنامج من منتجه هنا في الاستديو. متى؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. بس انت عارف احنا خلصنا اختباراتنا الاسبوع الجاي اجازه، وانا صراحه مسافر. بس نحن بيننا عقد. طبعا انا ادري انه بيننا عقد، بس ما اذكر انه في العقد في كان بند او كلمه احتكار. عموما لو تخلي السكرتيرة بعد إذنك تكلم الشباب وتشوف من منهم موجود بالكويت، ما أتوقع بيقصرون، بيكونوا موجودين معاك وبيقومون بالواجب. بس أنت أشطرهم على فكرة. الله يعطيك العافية، هذه شهادة أعتز فيها. أنا صراحة قصيت تذاكري خلاص وحجزت، ولازم أروح أشوف أهلي لفترة طويلة ما شفتهم. يلا أنا أستأذنك. يا مدام أمينة، القضية تحولت للمحكمة، والحين عندنا وقت ندور على اللي حط المخدرات في الجنطة، وأنا صراحة شاكك في خدامتكم. علي تغدى؟ إيه الحمد لله تغدى، ويا سايق أبوه خذا معه عشان يشوفوا مباراة العرب والقادسية اليوم. تغدي يبا تغدي، أنا ما أشتهي. لا 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 ما راح تقوم من هني لو أنت متغدي، وإذا على أسماء لا تحاتيها، أنا نشبت لها وخلت سيما تطلع لها الأكل بدارها عشان خاطري تاكل، كلها فترة وراح تمر، وأسماء قوية راح تتجاوز القصة. أي تتجاوز الله يهديك، أي تتجاوز وهي للحين تواصل وياه. إذا على كذي لازم أنت تكلمه ريال لريال ويعرف أنه ما في شيء راح يأثر على قرارك، لا يقعد يلعب بمشاعرها وضعفها قدامه. أنا ماني خايف إلا من ضعفها قدامه. من متى يا حنين اللي يحب يسمع النصيحة؟ أدري إنه مو ولد شرعي، بس أتأكد من مشاعري. أنا متأكدة من مشاعري ومتأكدة إني أنا أحب خالد. ما علينا، شلونك مع بسام؟ نفسك مع خالد. إيه هو ظاهريا خلاص، بس تدرين أنا من داخلي وايد أحنله. والله ما أدري، مرات لما تفكرين بمخلي قدامك ترى تعذرينه. لا تفلسف ولا شي، ترى من صدقي. انزين سمعيني، ترى باكر بني نتغدى عندكم. اي بني مبارك حق يدي. مادام يجي لحاله بابا ما يجي. What do you mean he's not with her? Maybe he just dropped her and went to finish some arenas and then he will be back. Rosa, go and ask her. It's a normal question. She's not gonna kill you. Do it, Rosa. Go ask and then call me back. انتي ليش ما تنظفين حجرتي؟ عشان الغرفة مال انتي مسكر. وغرفة سعود؟ غرفة سعود كل يوم تنظفي. زين بكرة سوي تنظيف قابل بابا عادل يجي. زين روحي سوي لي حليب دافي. متى بابا عادل يجي؟ مو شغلك. هي يقول مشغول مال أنا خايف، أنا عايز طلع من بيت. خلصتي فكرة البرنامج؟ شايفني؟ من زمان أشوفك وأحس فيك وأشتري خاطرك. لا يما خليك بالبيت، لأهالنا نايمين بروحهم. لا أنا طمنك، أول ما الدكتور يعطيني خبر ويشوفه إن شاء الله. يما خلاص لا تحاتين أنت، إن شاء الله إن شاء الله. مع السلامة يا ربي. التشخيص المبدئي هو جلطة بالدماغ، بدنا نعمل له هلا صورة مقطعية علشان نحدد مكان وحجم الجلطة. إن شاء الله خير، ما تعتلهم. حي الله من يانا. الله يحييك خالتي، شلونك؟ الحمد لله بخير حبيبتي، شو اخبارك؟ الحمد لله. قلتي لي تبيني في موضوع مهم صح؟ صح. واضح انك عملية وما تضيعين وقت. لا مو كذي، بس احنا اليوم نروح نتغدى بيت يدي، فخايفه اروح هناك وتاخذنا السوالف واتاخر عليك وارد الا انت نايمه. عموما انا ما راح اطول عليك. انت عارفه سعود كان بالنسبه لي كل شيء، الله يرحمه، والحين اكثر من اي وقت ثاني اقدر احس بمعاناه كل ام واب عندهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه. وطبعا ما عندي الفرصه اني اعوض سعود بطفل ثاني، فقررت إني أسوي مبرة للأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة، مشروع كامل متكامل في كل شيء. وايد حلو وأنا وايد متحمسة. صبري أنا ما كملت. شوفي أنا ما أدري أنت ليش مناديتني وشنو تبين، بس الموضوع وايد عاجبني وأنا وايد متحمسة ومستعدة أساعدك باللي تبينه. زين سمعي التفاصيل. قولي. طبعا أنا بعد وفاة أمي وأبوي عشت بروحي ويتيمة، وعندي عم واحد بس عايش في السعودية، والأهل اللي حوالي يعني علاقتي فيهم بسيطة، فأبي ناس أثق فيهم ويوقفون معي ويكونون شباب ومتحمسين على قولتك. يعني تبين نكون لك فريق عمل متطوعين ويساعدونا وكذي؟ لا 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 لا، أنا بيهم يشتغلون بأجر، وإحنا راح نأسس المشروع من الصفر، وأبيهم هم يرأسون المجموعة. حلو. الله يا حنين وايد حلوة، مشكورة كلش ذوق. حنين طول عمرها ذوقها ما يعلى عليه. أهم شيء عجبتك، تستاهلين حبيبتي. أقول لك إذا مو عاجبتك ترى تقدرين تاخذينها وتودينها المحل وتبدلينها وتاخذين اللي عجبك. لا عجبتني، مشكورة ما قصرتي، وايد حلوة. علي حبيبي تفضل، إن شاء الله تعجبك. ماما ممكن أفتحها؟ لا حبيبي، بعدين لما تصعد دارك افتحها على راحتك. مشكور يا احمد، مشكور. كذي يا جماعه تحرجونا، كلفتوا على روحكم، احنا اهم شيء كان عندنا شوفتكم. بعد في ثنتين ما شفتيهم، ليلى وفرح. بتشوفينهم ان شاء الله، تشوفينهم قريب ان شاء الله. الجماعه معزومين على الغداء صح؟ تفضلوا. انت من صدقك جايبت لها الماس؟ هذا ذهب ايطالي ويخب عليها، والله ما عندك سالفه. ترى عيب، مهما يكون هي مرت يدي، يعني غلاتها ومعزتها من معزه يدي. وعلى فكره ابوي قال لي روحي السوق واشتري اللي تبينه لها، بس انا اخترت وهو اللي دفع. عشتو حبيبتي، ابوك طول عمره كريم. اذكر يوم كنا احنا صغار دائما يجيب لي كاكاو والعاب ما اعرف ايش، ما عمره دش البيت وايده فاضيه، بس ما يسوي الحين حق علي. على طار الولد، علي شلونه؟ زين، كاسر خاطري، يعني هادي، ما عنده صوت، ما يتكلم، احس ان امه وايد شديده عليه، يعني حتى وهو ياكل ساكت ما يطلع له حس. الحين صرنا ثنتين بالهواء سوا، مرت ابو وحب فاشل، طرف ثالث ما له دم. سامحة قطعت عليكم كلامكم. حنين ابيش تقولين لي ايش رايك بطباخي؟ اعترفي. عاد صدق تسلم ايدك، كان وايد حلو الاكل ومرق الباميه ابوي كان بيغرق فيها. الله يسلمك، لازم تنزلين معايا الحين وتذوقين الحلو اللي انا مسويته. اسمع طبعا ما احتاج اعزمك ببيتك. انزين انا ما صدقت على الله الصراحه انك تنزلين معنا اليوم وتقعدين تاكلين، الله يخلي حنين وابوها. زين يلا قوموا، قوموا يلا ينطرونا تحت. يلا قوموا. الظاهر انه في حد محرضها. في الغالب هي أداة، بس بصراحة أنا بديت أخاف منها، حتى في الليل ما أعرف أنام، أخاف منها لين بوقف الباب حجرتي يلا أنام. أفكر إني أردها المكتب يكون أفضل. لا لا طبعا، هذه هي اللي من خلالها راح نوصل للمجرم. أنت بس خليك حريصة، وإذا قدرت تفتشين غرفتها سوي كذي. إن شاء الله، بس أنا أبيك تطمني على عادل. الصراحة وضعه سيء جدا إذا ما قدرنا نوصل للشخص اللي كانت تتكلم الخدامة. هذه جريمة جلب مواد مخدرة غير مشروعة، وعقوبتها من 7 سنين الإعدام. أقول السلام، خوش جو اليوم. إيه طقنا بعين، بعد طقنا بعين، احنا بروحنا متأخرين، بعد شوي بيقلب علينا الجو. ما عليه احنا متعودين، مو لازم نطول، مو أول مرة نسويها. عطني ما راح نطول، اسمعني بعد الغدا بنرجع، بس صدق جايب لك خوش غدا، طبخه ولا اروع، جايب لك مربين. ها مربين؟ يعني إيه؟ يعني لنا وحق السمك؟ طبعا لنا وحق السمك، اخفى عليك. يلا توكلنا الله، عطني يدك. لا لا احمد انت بروحك تعبان، توكل توكل. يلا ما فيني بعد ناقص. معنى كلامها انها تحبك وما راح تتخلى عنك، يعني انت بعد لازم تدافع عن هالحب. مو مهمه انا وهي، لو ابوها معي ما في شي راح يتم. انا حبيتها في النور وما رضى لها غير النور. خالد انت علمتني اذا ابى الشيء ما استسلم، اخطط اوصل لاهدافي حتى لو طالت المده. صعب، في حالتنا احنا صعبه ولا ينطبق. أنا بس لو أتأكد اسمه فكرياً ونفسياً تقدر تتجاوز موضوع الأصل والفصل، تقدر تعيش معاي بدون ما تنظر لي نظرة أقل منها، تقدر تربي عيالي بدون ما يكون اسم العائلة مهم بالنسبة لها. ساعتها صدقيني بدون تردد بتنازل وبروح لأبوها وبكلمه مرة ثانية. اسمها تحبني إيه، بس بقلبها مو بعقلها. عقلها يقول أشياء ثانية ودايماً متوترة ومترددة وخايفة. أنا بصراحة أشوف وايد كبيرة علي إني كل شوية أتكلم معاها بس عشان تميل وتحن. وايد كبيرة عليك؟ ترى نص قصص الحب الحلوة ضاعت في دروب الكرامة. لا تتخلى عن حبك. لا يا حبيبي، أنا أتكلم عن الأخلاق مو عن الكرامة. يعني مستحيل أروح لهم بيتهم أخطفها وأتزوجها وأخلي الرجال قدام الأمر الواقع، مستحيل. نورة، أنا اللي ما أرضى عليك ما أرضى عليها. وأماني ليه الحين متعلقة؟ هذه أمر هين، يعني وايد تصير إن المريض النفسي يتعلق بالطبيب، يعني أمرها بسيط. تدرين ليش 80% من حالات الطلاق تصير في أول سنة؟ أنت قول ليش؟ أقول لك ليش؟ لأنهم يكتشفون بعض على حقيقتهم، تسقط الأقنعة والتمثيل والمجاملة اللي كانوا. أنا بوريها الوجه الثاني، ساعتها هي بتطلب الطلاق. قالت بتروح أسبوع 10 أيام ورادة، حتى المحامي راح ولا رد. والثاني حفرة الحفرة حق أمينة وطحتانا فيها. يعني الثنتين فلتوا وأنا اللي طحت بشر أعمالي. أي شر أعمالي؟ أصلاً للحين ما سويت شيء. هذه أعمال جيني، أنا مشيت وراها إيه، بس ما كنت ناوي على الشر. أنا كنت أبي فلوسها بس، وهالشي مو غلط. والله يا أمينة ما كنت أبي مضرتك، وأنت يا جيني لا خليك تذوقين نتيجة فعايلك السوداء. لو مو هالولد اللي ببطنك وأنا ناطرة، كان لي حكي ثاني وياك، بس هو اللي مانعني عنك. بس يصير خير، يصير خير. والله يا ابني لولا انها صعبت عليا ما كنتش هروح الفرح. انت دايما كده يا ابن عواطف، دايما قلبك طيب. انت ما شفتي شكلها؟ ما في اغنيه الا غنتها، ما في رقصه الا رقصتها، والضحكه من هالاذن لهالاذن. يا اخي انت غريب قوي، فرح مش عايز الناس تفرح. وانت بعد، انت مشكلتك انك شفتي الحلقه الاخيره بس ما شفتي وش كانت تسوي قبل. يا ابني ربنا يسعدها ويفرحها ويسعدكم انتوا كمان يا رب. انت زي القمر يا ساره. انت عايشه في الكويت؟ اه يا طنط، بس لو عايزاني اعيش هنا ما عنديش اي مشكله على فكره. تيجي تنوري الدنيا يا حبيبتي والله، زي القمر. ايوه ساره، ساره جدعه. مبسوطه انت يا ساره؟ مبسوطه على الترقيع وال مبسوطه يا كئيب يا كبه. بس ايه الناس اللي تجنن دي، انا حبيتهم موت. قبل عواطف هذه امي اللي ما جابتني. اوكي. وعم عفيفي يعني صديقي، ابوي، سميه تسميه. طب ثانيه واحده، يعني امك وابوك ورايح الخطوبه بالمنظر ده؟ ست احمدي ربك اني رحت. طب بقول لك ايه، بلاش نتكلم في حاجه عكنانه دلوقتي. ايه رايك تحكي لي كام حلقه من المسلسل اللي انت كنت بتتكلم عليه في العربيه ده؟ تحكي لي كام حلقه من المسلسل؟ ايوه تختاري حلقه واحده. حلقه 2 لما حنين ظهرت. اصلا حنين ما ظهرت الا في حلقه 15. يا راجل، وانت ايه بقى من 1 ل 14 كنت عايش رهب؟ سارة. ايوه. قولي رقم حلقة ولا ما راح اتكلم؟ خلاص، حلقة حنين، حلقة 15. صار بريد شوي، ايش رايك نرجع؟ خلنا شوي ورانا شوي بس. زين، خذ من الجاكيت. صار برد صدق، في بعد اخبار. والشفاطات كلها. وين بتسمعني بهالموسيقى هذه؟ أبي أرد البيت ألقاه نظيف يلق، سكرة والدرايش عن الغبار. ما تقلقوش، خلاص الخطر زال والجلطة دابت، إن شاء الله حيبقى كويس. بس يا دكتور حاج عوي مو قادر يتكلم، نص اليمين مو قادر يتحرك. إذا أبوي مشلول علمني، قول لي إذا أبوي مشلول. مشلول دي ما أقدرش أقولها دلوقتي، الأمل في ربنا كبير. بصي، الجلطة كانت في الفص الشمال من المخ، يعني الإيد والرجل اليمين لازم يتأثروا. الحمد لله أنتوا لحقتوه بأسرع وقت، والجلطة مش كبيرة. زين دكتور، متى يقدر يرجع يمشي يتحرك؟ متى يرجع طبيعي؟ إن شاء الله من 6 شهور لسنة. زين كاهو في نت، المسج ليش ما وصل؟ يا ربي شو السالفة؟ الله يستر، بس الله يستر يا رب. ألو جوي، بابا وحنين وين؟ من زمان طلع؟ حنين وينها؟ حنين حبيبتي تو الناس على الهيكل التنظيمي، أول شيء تسوون فريق عمل صغير يتولى المهمة، والأهم من هذا كله والأسرع أن تسوون تراخيص. زين أنا بسألك سؤال، هل أنت تقصدين بالمبرة شنو؟ ملجأ ولا يعني تقدمون علاجات وإعانات وهالسوالف؟ Madam Naila's on the phone, she wants to talk to you. Okay, tell her half an hour and I will call her back. هو مشروع خيري. أنا كنت أفكر في مدرسة فيها علاجات طبية تأهيلية تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم كل أنواع الإعاقات. في أطفال كثير من الشؤون محتاجين لهذه الخدمات. أما موضوع أنه ملجأ فأعتقد أنه هذا موضوع يعني سابق أوانه، هذا محتاج دراسة وتفكير أكثر. أعتقد في المستقبل إذا المشروع مشى ليش لا؟ تعبير مؤلم، أطفال الشؤون، كلمة وايد سهلة احنا نقولها، لكن اللي عايش في الملجأ لا أم ولا أبو، هذه الكلمة تقطع تقطيع. سامحني يا خالد، ما أقدر أتعاطف معاك وأسامحك ولا أفكر في مصلحتي ومصلحة عيالي. زين يعني أنا أحس كلمة مبرة شوي يعني ما أدري يمكن تحرج الأطفال، إيش رايك نغير الاسم؟ يعني مثلا نسميها مؤسسة، يعني مؤسسة أمينة، أو لا مؤسسة A.D. أمينة، إيش رايك؟ الله ما شاء الله عليك، يبديها صح. أسماء أنت ويانا؟ إي وياكم. إيش رايك بالاسم؟ راح نسمي المشروع مؤسسة A.D. أمينة الخيرية. وايد حلو الاسم، يعبر عن فكرة وصاحبة الفكرة. ما شاء الله عليك. Is he a normal baby? Yes dear, alhamdulillah. The pediatrician just checked him and we would need to put him in a warmer. Why is that? He has jaundice, and do not panic. 70% of newborn babies are having the same problem and they recover in a couple of days. أنت كل اللي تسوينه غلط، كل علاقاتك غلط. قلت لك 1000 مرة لا تحبين أحد ما يحبك، لا تحبين أحد أكثر ما هو يحبك، لكن ما تفهمين. واحد خانك والثاني طقك، تدرين ليش؟ لأنك أنت إنسانة ما تحبين نفسك. لو تحبين نفسك ما بتدخلين في علاقة ما تدرين شنو نهايتها، لكن ما أدري إيش فيك، ما تفهمين. بس يا دكتور كل هذا عشان تقول إنك ما تحبني؟ كيفك لا تحبني، بس أنا راح أحبك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بتجنني هذه، أنا أقولها ثور تقول حلبو. أنت إيش قصتك بالضبط؟ تدرين شلون يبغى؟ أنا أحب وحدة وهي تحبني. بس ما راح تتزوجون. على كيفك أنت ما راح نتزوج. من عينك. راح تتزوجون. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا خالتي. هلا حنين حبيبتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تو منور البيت. بعد عمري. خالتي أمينة أم سعود، يمكن أول مرة تشوفينها. لا لا إيش دعوة، شايفتها من قبل. شلونك؟ الحمد لله. اسمع حبيبتي شلونك؟ زينة تمام، أنت شو أخبارك؟ الحمد لله. أقول أبوك وينه؟ أبوي بالحداق. ليش؟ 10 ساعات وانا ادق عليه وجهازه مغلق، 10 ساعات. زين دقي عليه مرة ثانية. دقيت عليه وايد، في البداية ما كان يرد وبعدين جهازه تسكر. زين اتصلي على أحد من ربعه، يمكن مع أحد من ربعه هو. ما أدري. هو أصلاً رايح مع عمي سالم. سالم عبد الوهاب ما غيره؟ إيه. حسافة عاد هذا ما عندي رقمه. أنت تتصلين في أي وقت. مسموح لك أنت. خلصتيني من هذه يا معودة اللي اسمها ماني. ذبحتني طلعتني مطور كنت بطردها. والله مالك شغل فيها انت الحين، قولي لي شلونك؟ وش اخبارك؟ اي سالم ليش؟ عندي رقمه بس قولي لي شو السالفه؟ اي خلاص بدز لك الحين واتساب. اوكي يلا باي. أحمد أنت أحسن؟ أنا أتصل بخاف السواحل بس ما في إرسال، ما في شبكة.